أنا أحمد الشمري، صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار الأربع وعشرين ساعة بشعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. يلا حيهم جميعا، صباح الخير. ما اقدر ارفع صوتي كثير لان الناس نايمة، ادري همكم دايما وين انزل. انا نزلت اليوم في هوستل. شو المكان؟ في غرف خاصة وفي دورمز، يعني غرف مشتركة. انا نزلت في الدورمز، بس هذا المكان اللي حنجلس فيه رهيب. مقطعنا ورحلتنا اليوم لجبل ايجين. جبل ايجين هو جبل بركاني، ارتفاعه 2700 متر ويقع في جاوة الشرقية في اندونيسيا. كانت الخطة اني اطلع من جزيرة بالي الى بركان ايجين، واللي يقع بشرق جزيرة جافا او بالعربي جاوة. وبحكم اني اسافر اقتصاديا من منطقة كوتا، اخذت مواصلات عن طريق جوجاك والين محطة الباصات، وكلفني المشوار 25 ريال. ومن محطة الباصات خذيت نقل جماعي الين ما وصلت للمرفأ، وكلفني 16 ريال. ومن المرفأ خذيت عبارة الين ما قطعت فيها وصلت جزيرة جاوة، وكلفني 4 ريال ونص. ومن هناك خذيت تاكسي ب 12 ريال الين ما وصلت مدينة بانيوانغي. تخيل معي على فوهة البركان في بحيرة حمضية يسمون المحليين كواه ايجين. طبعا جبل ايجين فيه كميات كبيرة من الكبريت، والكميات الكبيرة هذه من الكبريت مع المكونات الثانية لما تحترق تطلع لنا سبحان الله ظاهرة جديدة يسمونها البلو فاير او النار الزرقاء، وهذا السبب اللي خلينا اصلا نصحى من الساعة 2. اسمعوني، لازم تبسل لكم شيء لانه والله العظيم برد برد مره برد. توصلون المنطقه هذه هنا تقدر تحصل كل شيء تبغاه، تبغى تطلب شيء تاكله، تبي دوره مياه وانتم كرامه، تبي تشرب لك شيء، وبرضه اذا كانت تمطر ضروري انك تاخذ معك اللي هو جاكيت او شيء عشان المطر، او تقدر تشترين من هنا بعد. فالحين ننتظر بس القايد حقنا اللي هو المرشد، ننتظره لما نطلب لنا شيء ناكله، وبعدها تبدا رحلتنا باذن الله. والله يا ناس ترى انا ما نمت الا ساعه واحده بس، ولكن الحماس مليون. عشان ما تحسبون يا بالغ قايل لكم برد. يعطونك الغاز ماسك، فلاش لايت، مويه. كالعادة بدأت رحلتنا. يقول المرشد قبل شوي انه تقريبا راح نحتاج ساعة ونص طلوع للجبل، يعني ما هو شيء مرة، فماني عارف كيف الطلوع الحين، بنشوف هل هو صعب ولا خفيف ولا بسيط، ونعلمكم ان شاء الله في المستجدات. اذا تعبتوا بعدين في هذول مثل الحين نسميهم تكلم تاكسي، يقدرون ياخذونكم بعدين. والله شوف الطريق الى الان كويس، يعني هو كله طلوع، اذا ما عندك لياقه راح يتعبك. وفي كل مكان حاطين لكم مثل هذا الاشخاص، شوف حاطين كذا عزبتهم يبيعون لك اندومي ومويه وحركات حلوه تقدر تشتري منهم. الى الان والله اني مستمتع في الطريق، يعني ماني بتعبان ومره خفيف، اخف من بتور لما طلعنا له لانه تقريبا ساعه ونص كذا، فروقان وانت تمشي. يا ناس شوف المنظر بالله، يوه ما شاء الله، تخيل وانت تمشي كذا تشوف المنظر. اسمع الصوت وشوف المنظر. والله العظيم ما ودك تطلع فوق، بس كذا ودك تشوف المناظر هذه اللي وراك. سبحان الله المناظر هذه تزيدك تأمل بالله ومخلوقاته. بالله وش رايكم؟ يا سبحان الله شلون شكل الجبل هناك ثاني. تضحكون علي اول سلقة ما غير تمشي واجد. انا طبعا يا اخوان ما شاء الله لا اله الا الله، انا امشي في اليوم ترى 40,000 خطوة 30,000 خطوة، واحب الهايكنج حب، يعني احب الطبيعة بشكل ما تتصورونه. فالحين اموري طيبة، لو تشوفون الناس، وهذه مشكلة انه ما يكون عندك لياقة، اذا ما كان عندك لياقة ما راح تستمتع في الطريق، تصير شايل هم الطريق متى يخلص. فحلو انك تضبط لياقتك لما يكون في طلوع كذا قوي، حاول تطلع شوي شوي على مهلك، ما هو سباق، صدقني راح تنبسط المناظر هذه مثل ما انا الحين مستمتع قاعد اتمشى كذا على راحتي
كذا اشوف المناظر يا سبحان الله. شوفون كذا الضباب على الجبل. واو قربنا. شوف الشكل كيف اصلا. يا الله والله ما توقعت الشكل كذا ابدا. بالصور غير وبالحقيقه غير. بركان ايجين مليان بالكبريت وهو مصدر دخل لكثير من العائلات في المنطقه هذه. تخيل معي ان هذول العمال يشيلون وزن من 70 الى 100 كيلو على اكتافهم ويمشون مسافه 100 متر تقريبا صعودا ويكلف الكيلو 30 هلله بس. وبسبب تلوث الهواء والشغل هنا خطير كثير من العمال ما يتعدون عمر ال 50 سنه ويسمون المحليين الكبريت هذا بذهب الشيطان. البحيرة اللي قدامكم بحيرة حمضية مثل اللي يستخدم تقريبا بالبطاريات، من شدتها لو دخل بعضها بفمك طاحت أسنانك وتذبحك طبعا لو دخلت في معدتك. وطبعا بسبب احتراق الكبريت ومكوناته في ظاهرة تصير بالليل مثل ما قلت لكم قبل ويسمونها بالنار الزرقاء وما تقدر تشوفها إلا إذا كان ليل. ولكن بسبب أن الجروب اللي كان معي بطيء فراحت علي، ولكن خيرا إن شاء الله فقدرت أجيب لكم اللقطة هذه اللي تشوفونها قدامكم. متخيلين أنه كل التعب والإرهاق هذا بس عشان يطلعون من الكبريت حمض الكبريتيك ويعتبر أهم مادة كيميائية تجارية في العالم. ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء. شوفون هذا الكبريت اللي يطلعونه من تحت ويشيلونه بالسلات هذه من هنا وينزلون تحت. والله العظيم لو تشوفوا المكان اللي جالس فيه، شوفوا المكان يا ناس، والله العظيم مكان عالمي قسما بالله، اعجبني بشكل ما تتصورونه. ولما تطلع فوق للقمة وتشوف المنظر هذا قدامك يا سبحان الله. اللي خلاني اختار هذه الرحلة مو بس عشان هايكنج وطبيعة، اللي خلاني اختارها عشان تهذيب النفس وتواضعها. من شاف حياة غيره ومشقته حمد الله على النعمة اللي هو فيها. طبعا لما توصلوا المنطقة هذه انتم راح تكونوا هناك، راح تبدون تكملون الين ما توصلوا المكان هذا، وتقدر لو تبغى تكمل توصل لين هناك. طبعا كل ما تكمل طريقك كل ما تبعد عن السياح، كل السياح راح يكونون مجتمعين في الجهة هذيك. اشهر منطقة اللي هي عند الشجرة هناك. يا اخي غريب، شوف كيف الاشجار هنا بعدين فجأة تطلع كذا. شوف يا سبحان الله. هذا اللي اقول لكم اللي افضل مكان تجي تصور فيه، تجي عند الشجرة هذه نفس ذاك الرجال اللي جالس ويصير المنظر كله وراك كذا. يا اخي المكان ريحته من عارف اوصل لك كذا، كانه ريحه بيض كذا خربان. ريحه المكان مره سيئه عشان ما تنصدمون اذا جيتوا يعني. طبعا هنا ناحتين من الكبريت ومسوين اشياء كذا تقدر تشتريها، واحدة ب 20,000. اوكي. ناس والله العظيم انها ثقيله، ما قدرت ما لحقت اصورها. تخيلوا قاعد يوريني من عند كتفه الاعصاب والجلد كله ميت والمنطقه مره قاسيه من كثر ما انهم يشيلون. تخيلوا سنين يشتغلون كذا. هذا اللي يقول لك اذا كانت لقمه العيش صعبه. يو ار لايك بيج ماسل. ما شاء الله عليك يا طبعا. شوفوا هنا التكاسي حقتهم ب100,000 200,000 وتكاسر وينزلونك. بس تخيلوا ان الجروب حقي سحب علي. المرشد السياحي قال انه حدد لنا نقطه وقال بعد نص ساعه نرجع نجتمع. جيتهم بعد نص ساعه والله العظيم ما في احد. المكان فوق خلاص تقريبا شبه انعدم فاضي. قاعد امشي لحالي. يلا خيره. ليش خيره؟ دائما خلي نظرتك تفاؤليه للحياه. كذا قاعد امشي لحالي واصور واتمخطر ضد الطبيعه لين ما انزل تحت. المشكله بس انه انا والله ما عندي انترنت. هذه المصيبه. جوالي انا ناسي التي بي لينك حقي في الهوستل، نسيت اجيبه معي بس جبت جوالي، ففعليا جوالي بدون انترنت. فبقعد امشي لين ما انزل تحت واشوف الطريقه كيف ارجع، يمكن احصل جروب تحت. واذا راحوا بندور النت من احد عشان اكلم الهوستل اقول لهم تكفون رجعوني. في شغلة مهمة، إذا تبون تنزلون تحت قريب من اللي هو الكبريت ترى الدخان يخنقك. غير أنه يخنقك يسبب لك مثل كذا الحرقان وتبدأ تكح، فانتبهوا منه. استخدموا الماسك، أصلا ما راح تقدر تنزل بدونه، راح تنكتم على طول. أنا نزلت وقربت تحت بديت أحس كذا مثل الحرقان وكحة وحالتي حالة، ويحرق عيونك بعد. ترى نسيت أقول لكم يحرق عيون. من الأنصاري. أنصاري. So who's name Ahmed? Ahmed. Ali. Okay, Ali. Ali. Huzaymi Ansar. Huzaymi Ansar and you? This con Ali Jaber.
عليك السلام. عليك السلام. ما شاء الله. قاعد امشي معاه. كنت امشي لحالي صرت اتخاوي وانا وياه. جنب سوداء. This will be in YouTube. جنب با سبسكرايب. سبسكرايب يا سي لايك. سبسكرايب لايك. لايك كومنت. يا اخي والله العظيم يا زين الاندونيسيين ويا زين اخلاقهم. يا زين اخلاق المسلمين يا اخي والله العظيم. تخيلوا وانا امشي لحالي كذا وشفتهم بالطريق قمت اشطح عليهم ويشطحون علي ويسولفون انه يقول لي من اين انت؟ يتكلمون شوي انجليزي شوي عربي بعدين ينسون وش الكلمات الانجليزيه والعربيه يدخلون معي بالاندونيسي وانا ما افهم عليهم بس انهم حبيبين يا اخي. من هنا كانت الانطلاقه والوضع صراحه ماشي سيارات ما جاب اي احد ابدا. سواها والله براين سواها الوحش سحب علي. في ناس مخيمين هنا بعد. شو هذا المكان اللي احنا بدينا منه في الليل ما كان واضح. هلو جايز. هلو لقيت انا هناك. سو هاو از ات؟ از جود؟ يس بت اوت اتس هوت. اعطانا مكافاه. لذيذه ودامنا حصلنا الجروب الى هنا وصلنا نهايه المقطع. يعطيكم الصحه والعافيه على المتابعه. اتمنى والله من كل قلبي المقطع عجبكم ونال على رضاكم واتمنى انكم عشتوا معي التجربه وشفنا جبل ايجين. لا تحرموني من اللايك والتعليق وحياك الله اذا انت منت مشترك. اشترك معانا ترانا مستمرين وانا مسافر على مدار 24 ساعه الين ما نلف العالم. فحياك انضم لنا ونلف العالم سوا. شكرا لكم في امان الله.